طيب معانا على التليفون كمان استاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان. مساء الخير استاذ سعيد واهلا بيك. الخير استاذ برج، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الاشاره لملف حقوق الانسان اليوم في المؤتمر الصحفي وفي زياره الرئيس ماكرون كانت بترتكز على مجموعه من يعني الاشاره تفاصيل بعينها. اولا احنا لا نعلم يعني من اين اتى الرئيس ماكرون بهذه المعلومات بمصطلح مدونين معتقلين، هذا امر غير واضح بالنسبه لنا. الامر الاخر اللي محتاجين نتكلم عنه وهو الاشاره الى منظمات المجتمع المدني، كمان الرئيس ماكرون اشار اليها في ظل انه نحن نعمل الان وفق قانون، هذا القانون تم وضعه حاليا، يعني ليس قانون قديم، هو بيتعامل مع متغيرات العصر. ازاي شفت المفارقه دي يا فندم؟ طيب هو يعني خلينا نشير الى ان الرئيس ماكرون هو نفسه الذي اشاد بحالة حقوق الانسان في اكتوبر الماضي، وهو الذي تحدث حديثا مختلفا وكان حديثا ايجابيا عن حالة حقوق الانسان. فيجب ان نضع في الاعتبار ان هناك تغير في لغة الرئيس الفرنسي بناء على وضع بلاده السياسي وما يواجهه من تظاهرات ممتدة عبر شهور مارست فيها الشرطة الفرنسية تجاوزات رصدتها منظمات دولية والعالم شاهدها. فأنا يعني أرجع هذه التصريحات إلى الحالة السياسية التي تعيشها فرنسا ومحاولة الرئيس الفرنسي يعني لفت الانتباه عما يواجهه من أزمة سياسية طاحنة في بلاده. الأمر الثاني واضح جداً أن الرئيس الفرنسي لديه مطلب محدد من الدولة المصرية فيما يتعلق ببعض المواطنين الفرنسيين المقبوض عليهم هنا في مصر لارتكابهم جرائم، ويبدو أن الدولة المصرية كعادتها بعد 30 يونيو لم تستجب لهذه الطلبات أو تدرسها، فهو يمارس بعض الضغوط باستخدام مظلة حقوق الإنسان ليعني محاولة ممارسة ضغط أكبر على الدولة المصرية. هذا الحديث ليس له علاقة بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان مثلا بدوي بقى بدون قطع كلام حضرتك بعتذر، لكن اللي بنشاهدها الآن دي مظاهرات فرنسا، فيعني علشان بس حتى كلامنا يكون واضح وإحنا بنتحدث عن مطالبات مراعاة حقوق الإنسان، يعني ربما هذا هو المرجع اللي بيتم الحديث عنه. اتفضل يا فندم. هو الرئيس الفرنسي فتش في دفاتره فلم يجد إلا خطاب حقوق الإنسان وانتقاد الأوضاع، لأنه كل دولة تبحث عن مصالحها الخاصة، ولا شك أن الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي تحت هذا الضغط يريد أن يحقق مكسبا سياسيا عبر الإفراج عن بعض المواطنين الفرنسيين أو محاولة بطل أمام الرأي العام. بالضبط هذا، لكن ليس له علاقة بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان معروفة ما تمارسه الدولة المصرية من الحق في الصحة وبناء مساكن جديدة والقضاء على العشويات والحق في الصحة ومبادرة حياة كريمة، كل ده حقوق إنسان. لكن أنا عاوز الناس تاخد تصريح الرئيس الفرنسي في سياقه الصحيح أنه يتعرض لضغط سياسي شديد ويحاول ده واضح صحيح ده واضح إيجابية في زيارته. أنا بشكرك جزيلا أستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار لتنمية حقوق الإنسان.